مثل العديد من الذين ينتخبونني أو الذين لا ينتخبونني نائب، أنا مع إلغاء عقوبة الإعدام لأنني أسعى إلى حماية مواطنية، إلى عدالة أفضل، ولا عدالة دون احترام أفضل لحياة وحرية الناس. هذا الموضوع وغيره من الأسباب مع أو ضد إلغاء عقوبة الإعدام، التجارب المشابهة، التجارب المقارنة، المعايير المبدئية، الإسلام وإلغاء عقوبة الإعدام، كل هذه المواضيع معقدة وتناقش. هناك الكثيرون مع إلغاء العقوبة والكثيرون ضد إلغاء العقوبة. نحتاج إلى أدوات لمساعدتنا في القيام بما يفترض بنا أن نقوم به، أي أن نقر القوانين الجزائية التي تلغي عقوبة الإعدام والتي تقيم العدالة الفعالة والدولة الفعالة. الدليل الذي ساهمت بمناقشته وأرحب بصدوره هو أداة هامة جدا، لأنها تعطينا أدوات في عملنا كبرلمانيين، لأن هذا ما لا يتوفر لنا مع انشغالاتنا العديدة. هو مختصر أدعوكم لقراءته والاستفادة منه، ثم العمل مع بعضنا البعض في دولنا وفي المنطقة العربية والعالم لكي ما نحقق هدف مشترك، ألا هو كرامة الإنسان عبر تأمين حقه في الحياة إن كان مجرما أو كان ضحية. إلغاء عقوبة الإعدام لا تعني إلغاء العقوبة، إلغاء عقوبة الإعدام تعني عدالة أفضل للضحية وللمجرم وللمجتمع.